الساعة 8 وربع لأن في مباراة نادي الزمالك ضد نادي الترجي في السوبر الإفريقي، وبالتالي تم تأجيل المباراة النادي الأهلي من 7:30 ل 8 وربع علشان الناس اللي بتتفرج على مباراة الزمالك والترجي يكملوا فرجة والدنيا تمشي. لكن خلينا بقى نروح لمباراة المصري، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة فيها شغل كتير جدا 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 هيحصل تكتيكي داخل الملعب، لانه عندك مدير فني اسمه ايهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري استعاد توازنه بعد فتره من التخبط شويه، ولكن هو في البطوله الافريقيه ماشي بشكل جيد، في الدوري الحقيقه مش نوع من انواع التخبط او التذبذب في المستوى. المباراه السابقه الحقيقه فاز على وادي دجله وكان هو السبب في اقاله تكيس جونيس المدير الفني لنادي وادي دجله، والمصري عمل مباراه جيده. اكيد ريني فايلر اتفرج على هذه المباراه، اكيد هيشوف ايه هي نقاط القوه نقاط الضعف اللي موجوده في النادي المصري علشان يقدر يحط التشكيل اللي هو من وجهه نظره شايفه مناسب لهذه المباراه. النادي المصري كان عنده مشاكل وكان عنده بعض الامور، ولكن مجلس اداره النادي المصري قال ان هو جدد الثقه في الكابتن ايهاب جلال بعد سلسله من الاخفاقات داخل الدوري المصري، وكان هناك احتمال ان هو يمشي وحد تاني يجي، والامور فضلت في هذا الموضوع لغايه مباراه وادي دجله، وحصلت مصالحه ما بين الكابتن ايهاب، وانتوا عارفين دايما قبل مباريات الاهلي المصالحات بتحصل، واللعيبه تلاقيها وقفت على رجليها، واللي مصاب بيرجع، والكذا وكذا كالعاده، دي طبيعي، وانا كنت بعمل كده وكل الناس كانت بتعمل كده في مباريات النادي الاهلي او اللي بيلعبوا فيها النادي الاهلي، فالكل راجع، الكل عايز يكسب النادي الاهلي، الكل عايز يوقف مسيره النادي الاهلي الناجحه حتى هذه المباراه. 14 مباراه ب 42 نقطه، النادي المصري اكيد مش عايز النادي الاهلي يصل للنقطه 45 او يصل للنقطه 46، النادي المصري عايز هو اللي يكسب علشان يوقف انتصارات النادي الاهلي ويضع 3 نقاط بالنسبه له خلال الفتره القادمه. وفي نفس السياق او على الجانب الاخر، لما تيجي تبص على لعيبه النادي الاهلي حتى في التمرين، الحاجات اللي بنعملها لحضراتكم طوال اليوم وطوال الاسبوع، الحقيقه تمرين النادي الاهلي وناس بتفكر ازاي وناس بتشوف ازاي وبتتكلم ازاي، بيهزروا وبيضحكوا، ولكن هناك نوع من الهزار والضحك اللي بيخليك تبقى دايما مركز، تركيزك دايما في المباراه. النهارده لما ريني فايلر اتسال على مباراه السوبر قال لهم يا جماعه حضرتك بتتكلمني على مباراه السوبر ليه؟ انا عندي مباراه المصري هي اولا وثانيا وثالثا اللي هي يوم الجمعه، بعد كده هتكلم معاك على مباراه السوبر، انا ما بفكرش في مباراه السوبر خالص. بيفكر طبعا وشايف هيعمل ايه وعارف هيعمل ايه، ولكن هو اللي يهمه دلوقتي ان هو يلعب مباراه المصري ويكسب ال3 نقط بتوع المصري وياخد 45 نقطه من 15 مباراه، هو ده اللي يهم ريني فايلر دلوقتي. فالنادي الاهلي على الجانب الاخر مركز، شايفين هم بيعملوا ايه، عارفين هم عايزين ايه من مثل هذه المباراه. بعد مباراه النادي المصري الاسبوع اللي بعد كده ان شاء الله هنكون مع حضراتكم وقت، اعتقد وقت اكتر خلال الاسبوع اللي بعد مباراه المصري قبل مباراه نادي الزمالك اللي هتبقى في السوبر اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس، وان شاء الله هيكون معانا تغطيه خاصه لمباراه السوبر، حاجات كتيره جدا وحاجات جميله جدا ان شاء الله هتشوفوها على شاشه قناه النادي الاهلي خلال هذا الاسبوع.